بيته. ما تفضل شوية. كتر خيرك، بس رحنا وبتاع رشا ضايق مننا، قمنا نزلنا هنا وضحتك الله. قلت لك يا بنت العم مرحب. الراجل اللي طلع في الاول ده يبقى لك شنو؟ حامد؟ عيد زوجي ماله؟ السلام ما رداه لي، اظنه جاي لنا شحاده، احتذر لي منه. لا لا، هو اصلا بيكون جاي لك دايراني انا. سامح ما يقول لي تفضلي لي جوا، معلش يا اختي، وضحتك الله. وانا عارفه لك كيف؟ رايحة ولا شحادة ولا زبون من زبائنك؟ أنا فاتحة لي عيادة يا حامد، ما ناس بيجوا بساعدهم، شنو يعني؟ والحرج اللي بقع فيه وأنا ده نهايته شنو؟ بصراحة كده يا حامد، طريقتك دي في التعامل مع الناس طريقة ما لذيذة، والمفروض تغيرها. مفروض؟ والفرض منو يا أفلاطون؟ خلاص يا أخي ما تكورك. بكورك؟ طريقتي أنا ولا طريقتك أنت؟ الواحد ما عارف يرتاح في بيته؟ ما مرتاح في بيتك يا حامد؟ ما مرتاح دي راحة دي؟ الباب زي الزريبة يا أخي. خلاص يا حامد، أنا هعرف أخليك ترتاح في بيتك كيف. الله، الواحد مع سعاد بقى ما عارف الشحاد من بتاع اللبن، من بتاع المحلية، من بتاع الفحم، من الضيف، ما عارف. خليها 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 تمشي، قال انا بقوم احنسها. الله، رجعت رجعت، ما رجعت في 60. لا يا سعاد يا بنتي، ما ليك حق. لا ليه حق؟ ليه حق عليك؟ الله، هسه كان رجوك في بطن بيتك دي متوسمين فيك الخير، ها؟ بتطرديهم ولا بتقعدي تسمعيهم وتحلي لهم مشكلتهم؟ لا لا، انا قلت يا جد الله ما ليه حق تسيب بيتك. إذا كان هو بيفتكر أنا السبب في كل المشاكل وما مريحه في بيته، أعمل شنو يعني؟ خلاص خلاص، أنا بتصل بحامد ده. لا ما تتصل عليه، وزول يتصل عليه وما في، وأنا ما قاعد أعمل في حاجة غلط. شوف يا فوزية، الناس بالناس والكل برب العالمين، ونسيبك ده ما بدون الناس، أو أنا حرم حرم، إن عارفه كده ما كنت أديته سعاد بنتي دي. هاي لكن يا جاد الله، لكن شنو؟ لكن شنو؟ عليك الله عليك الله، حس حب الناس ليه بنتك ده ما مفخرة ليك؟ انا ابوها ده، ابوها ده حاسد على مروته دي. خلاص لو ما انضم معاك عم ترجع ليه بيتك؟ لا لا، ما تنضمي معاها، الراجل ده كان ده سببه بيد حد هنا وبسوقه. انا اذا تمشي اوراك انت ليه شنو؟ بالله شفتي انا قبل مش اوراني انا شنو؟ انت ذاتك بالالوريتها من بطنك زيها ولا عندك مروه زيها؟ امشي. معقولة؟ ولقى لك منو؟ الرشيد ولا دي؟ أنا عارف الزول ده فقر، لكن يا أخ هو عنده حق وما عنده حق. أعمل لك شاي؟ لا لا، شكرا لك. والله عبد الكريم يا أخي، ناس الحلة ده أكلوا لحمي كده، المشكلة اتدولت، دخلت فيها أطراف أجنبية. قصدك إسرائيل؟ إسرائيل؟ أنا قلت إسرائيل؟ والله إسرائيل تبرم الناس الحلة ديل. يا حامد، اليوم حقي ياكلوا لحمك وقرقشوا عظامك، أنت عارف تأثير سعاد دي في الحي قدر شنو؟ هي زول لاقيني في الحي؟ يزعلني؟ أنت عملت لي سعاد شنو؟ سعاد عملت لي سعاد شنو؟ عملت لي سعاد شنو؟ انا اللي عملت لي ولا هي اللي عملت لي؟ طيب يا اخي ما تمشي تجيبه بدل ما انت وولدك قاعدين في البيت زي العزابه يا اخي. انا؟ اجيب انا؟ يا اخي جيبه انت، فيها شنو؟ ما عاد الناس بتشاكلوا في النهايه بتصافوا بالصالح. الله يا كرامتي ما بتسمح لي. زي ما هي خلت البيت وخلت ولدها تجي راجعه هي. ولو ما جت راجعه في 60. البلد مليان نسوان. البلد مليان نسوان هاي، لكن نسوان بالتحديد زي سعاد دي نادرات. زي سعاد نادرات؟ انا ما نادر انا ده. انت على العموم اذا انت كرامتك ما تسمح لك، الله احنا كرامتك تسمح لنا. قصدك شنو؟
هتودوني لعبة لجوة ولا ده تعرسوها؟ قدام بيتنا؟ ده شنو قدام بيتنا؟ تعال تعال كنت أقول مصيبة. تعال شو ده؟ بس الحين هذا الدنيا ولا شو؟ الرمل تقول حياة امشي استلي عروسك يعني يا سعاد انشالو ما انشال وكخلو قاعد في الدار امشي 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 امشي